إلى نشرة سوريا اليوم وفي العناوين. معارك عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد امتدت من حلب إلى دمشق فدرعة. غليون يعتبر تصريحات بشار الأسد لمناسبة عيد الجيش مثيرة للاشمئزاز. حرس الحدود الأردني يحبط محاولة لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر من سوريا. أهلا بكم. سقط أكثر من 30 شخصا بنيران كتائب الأسد فيما أفاد مجلس قيادة الثورة في دمشق عن استهداف مبنى القيادة القطرية لحزب البعث في العاصمة، ودارت مواجهات عنيفة في محيط حلب المركزي. أما تظاهرات المعارضة فخرجت كعادتها كل أسبوع ضد النظام، واختارت شعارا هذه الجمعة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. محيط سجن حلب المركزي كان مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وعصابات الأسد. الثوار استهدفوا قوات النظام في مبنى السجن بالرشاشات الثقيلة، وانفجرت سيارة مفخخة وتصاعد الدخان بشكل كثيف من مكان الانفجار، في وقت تعرضت أحياء الصاخور ومساكن هنانو إلى قصف عشوائي. كتائب الأسد دكت منذ الصباح الباكر بالمدفعية الثقيلة والصواريخ أحياء حمص المحاصرة والحميدية وباب هود وباب التركمان بالتزامن مع مواجهات عنيفة. الله أكبر، استهداف مقرات الشبيحة. الاشتباكات انسحبت إلى مخيم اليرموك وحي القضم في دمشق، واستهدف الثوار مقرات للشبيحة في القابون وكراج العباسيين، بالإضافة إلى مبنى القيادة القطرية لحزب البعث، فيما انهارت القذائف على الأحياء الجنوبية والشمالية للعاصمة وتحديدا حي برزة. وفي الريف الدمشقي وثق ناشطون سقوط أكثر من 33 عنصرا من المجموعات المقاتلة الموالية للنظام، بينهم ثلاثة من حزب الله. وفيما أغار الطيران الحربي على كفر نجد والبدري وأريحة وجبل الزاوية وسرمدة في إدلب، تعرضت أحياء ريف حماه لقصف متقطع. القصف المدفعي طاول أحياء دير الزور وتركز على الشيخ مسكين والجورة وقرية الحسيني، ودارت اشتباكات عنيفة على جبهة الصناعة. أما على جبهة الجنوب فتعرضت أحياء درعا إلى قصف همجي تركز على الشيخ مسكين وبصر الشام واللجات، واشتدت المواجهات في نوى. شدة القصف لم تمنع أنصار المعارضة من المشاركة في التظاهرات الأسبوعية والتي حملت شعارا هذه الجمعة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. المتظاهرون تحدوا القصف وجابوا الشوارع رافعين أعلام الثورة ورددوا هتافات ضد بشار الأسد وحزب الله. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب مراسل شبكة شام في حمص وريفها سامر الحمصي. سيد سامر، أهلا بك. تسمعوني سامر؟ سامر تسمعني عبر سكايب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة بالأمس وصفت حمص وريفها، وخصوصا حمص، بلدات حمص أتحدث عن المدينة، بأنها تحترق. ماذا حصل اليوم وبالأمس لو توجز لنا؟ نعم، حقيقة حمص تعيش حالي من الدمار، والقصف مستمر منذ أكثر من شهر. طبعا البارحة حمص بشكل كامل كانت مشتعلة، سواء المدينة أو الريف. اليوم لم يختلف الوضع كثيرا. منذ الصباح الباكر تعرضت أحياء حمص المحاصرة للقصف بالمدفعية وبراجمات الصواريخ، بالإضافة إلى حي الحميدية وعدد من الأحياء الأخرى، وخاصة حي الوعر المكتظب بالنازحين. طبعا القصف لم يستثني أي نوع من أنواع السلاح، بداية من المدفعية وقذائف الهاون وانتهاء بالطيران الحربي. طبعا هذه الأحياء هي أحياء أصبحت شبه مدمرة بشكل كامل، خراب تام في هذه المناطق. الاشتباكات لم تهدأ على هذه على أكثر من جبهة، وخاصة جبهة باب هود وأيضا وادي السرايح وبعض مناطق الخالدية، في محاولة مستمرة للاقتحام والتوغل باتجاه أحياء حمص المحاصرة. أيضا امتد القصف ليشمل الريف الشمالي بشكل كامل. مدينة الرسا منذ الصباح تعرضت للقصف بالمدفعية من كتيبة الهندسة المجاورة وسقوط لأعداد من الجرحى. مدينة الغلطو، بلدة الغلطو، تعرضت للقصف المدفعية وبراجمات الصواريخ. الدار الكبيري، الطيران الحربي لم يغادر سماءها، أكثر من 3 غارات على الأقل وسقوط لعشرات الجرحى ودمار هائل في المدينة. مدينة الحولي منذ ساعات متأخرة شهدت حالة حرب حقيقية،
قصف بالمدفعية وأيضا بقذائف الهاون وإطلاق لعربات الشركة للرصاص باتجاه منازل المدنيين. يعني أقل ما يقال عن مدينة حمص بشكل كامل أنها تحترق. منذ قليل أيضا مجزرة ارتكبت في الريف الغربي في قلعة الحصن لبعض من العمال الذين حاولوا الخروج بحثا عن قوت يومهم، ليقوم شبيهة نظام بإعدام 7 من العمال. طبعا للأسف هم ليسوا بمسلحين وليسوا بعناصر الجيش الحر، هم مدنيون فقط. عمليات انتحقام يقوم بها البارحة واليوم يقوم بها النظام بشكل واسع ضد المدنيين في حمص، كما حدث البارحة في مجزرة ارتكبت في حي الوعر ذهب ضحيتها على الأقل 30 شهيدا. ردت فعل على ما فعلته قوات أو الجيش الحر بقصف مستودع للسلاح والذخيرة. المعلومات الأولية عما حدث في الأحياء الموالية، أيضا الأحياء الموالية هي أحياء تتعرض للاحتراق منذ البارحة. أقل ما يقال هناك نحو 130 قتيل في صفوف قوات النظام الموجودة في منطقة وادي الدهم نتيجة لانفجار مستودع الذخيرة، وأيضا المئات من الجرحى. تصعيد عنيف تشهده حمص اليوم. طبعا يعني الحالة الإنسانية هي حالة سيئة جدا في حمص بشكل عام. منطقة محاصرة منذ ما يقارب العام، أكثر من 30 يوما على حملة عسكرية على أحياء حمص المحاصرة، معركة استنزاف مستمرة لما يملكه المدنيون في هذه المناطق. للأسف أمراض سوء التغذية أصبحت منتشرة، هناك حاجة هائلة للمواد الغذائية والطبية. طبعا لا يوجد يعني لا يمكن للثوار أو للجيش الحر الموجود في حمص فعل شيء، هم الآن مجرد مدافعين عن المدنيين وعن منازل المدنيين في حمص المحاصرة. حتى الآن لا يوجد أي ردة فعل لا من المجتمع الدولي ولا من المعارضتين السياسية أو العسكرية باتجاه مدينة حمص. حتى اللحظة لم يوصل أي إمداد من أي نوع، لا إغاثي ولا طبي ولا حتى على مستوى التسليح باتجاه الجيش الحر. للأسف كل ما نسمعه هو تصريحات وكلام، والشعب في حمص والمدنيون في حمص هم يقتلون يعني بدم بارد على مرأى ومسمع العالم. أقل ما يقال أن ما يحدث في حمص هي مجازر بالتدريج. نعم، نتمنى أن تكون يعني رسالتك قد وصلت إلى المعنيين في كل الاتجاهات. مراسل شبكة شام في حمص وريفها سامر الحمصي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا عبر سكايب. يصعد الجيش الحر من عملياته العسكرية في حلب خلال الأونة الأخيرة، والآن يطلق عملية جديدة تحت اسم معركة بدر للدخول نحو الأحياء الشمالية غير المحررة. تقرير ميداني من ظهرة عبد ربه في حلب. إذن هي جولة جديدة في حرب الحر مع قوات النظام، ولكن هذه المرة على الأبواب الشمالية لمدينة حلب. الله أكبر. يبدأ الحر معركة بتر الكافرين بتمهيد لسرايا المدفعية على مواقع قوات النظام، لتبدأ بعدها كتائب المشاة تقدمها وتشن هجوما متواقتا من عدة محاور باتجاه الهدف. الآن نقوم بقنص كلاب الأسد المتواجدون على ظهرة عبد ربه بقرب من فرع المخابرات الجوية. وبعد ساعات من الاشتباك يسيطر الثوار على منطقة الظهرة والمحاذية لفرع المخابرات الجوية. يعني الانتصارات بإذن الله، بإذن الله انتصارات وفي تقدم. ونتذكر أيام الصحابة المتواجدون في شهر رمضان وانتصاراتهم كانت عظيمة، وإن شاء الله نحن نحقق انتصارات في شهر رمضان، والشباب كلها في رمضان تشتغل أحسن من قبل رمضان. يقول الثوار إن حلول شهر رمضان يعيد إلى ذاكرتهم ملاحم الأجداد وانتصاراتهم المبهرة في هذه الأيام من الشهر الفضيل. سوريا اليوم مستمرة وفيها بعض الفاصل. الجارديان تتوقع صعوبات قد تواجه فريق التحقيق في استخدام غاز السارين في سوريا. أهلا بكم. في أول رد على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد لمناسبة عيد الجيش السوري، أكد القيادي في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية برهان غليون أن أمرا يثير الاشمئزاز والقرف أن يتحدث عن الانتصار بعد أن دمر لمدة سنتين ونصف السنة البلاد وقتل عشرات الآلاف من السكان وشرد نصف المجتمع. في غضون ذلك أرجأ قادة الائتلاف السوري في خلال اجتماعهم في إسطنبول تشكيل الحكومة الانتقالية، وشكلوا لجنة لوضع مقترحات حول الحكومة خلال 10 أيام. وأوضح أحد المجتمعين رفض الكشف عن اسمه أنه لم توجه حتى الآن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة،
والمجتمعون يدرسون السير الذاتية للمرشحين إلى المناصب الحكومية، مؤكدا أن الائتلاف بحاجة إلى مزيد من الوقت. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن حرس الحدود أحبط الليلة الماضية محاولة لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من سوريا إلى المملكة، ولم يحدد مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة كميات الأسلحة المضبوطة أو أنواعها أو عدد المهربين وجنسياتهم، لأن صحيفة الرأي الحكومية وصفت كمية الأسلحة بالكبيرة، وأشارت إلى أنها تضمنت أسلحة فردية وأوتوماتيكية. ونقلت الصحيفة عن قائد حرس الحدود العميد حسين الزيود قوله إنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في عملية تهريب الأسلحة، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب تهريبها والغاية من إدخالها الأردن. لفت الناطق الرسمي باسم القيادة العليا للجيش السوري الحر العقيد قاسم سعد الدين إلى أن أولوية الجيش الحر حاليا تتمثل عند جبهتي حمص ودمشق، محذرا الغرب من ارتكاب جريمة في منطقة الشرق الأوسط برمتها في حال تحولت سوريا ساحة للمتطرفين. تفاصيل الخبر وغيره في بعض الصحف التي تناولت الشأن السوري. تحدثت صحيفة الجارديان عن استعداد فريق من خبراء الأمم المتحدة للذهاب إلى سوريا للبحث عن قرائن تثبت استخدام غاز السارين هناك، وإذ تشير إلى أن فريق الخبراء سيواجه مصاعب في إنجاز مهمته نظرا للعدد الكبير من المواقع التي ينبغي البحث فيها. لفتت الصحيفة إلى 13 هجوما بالأسلحة الكيماوية في سوريا تبلغ بها مجلس الأمن على شكل تقارير منذ اندلاع الثورة السورية. وتضيف الجارديان أن البعثة الأممية ستحقق في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن استخدامها. في حديث للشرق الأوسط لفت الناطق الرسمي باسم القيادة العليا للجيش السوري الحر العقيد قاسم سعد الدين إلى أن النظام لا يسترد فعليا المناطق التي سيطر عليها الجيش الحر، بل هو فقط يدمر ويقتل ويتغنى بالقضاء على من يسميهم جماعات إرهابية ودك أوكارهم، وليس باستعادة مناطق فقدها. وفي حين شدد على أن أولوية الجيش الحر حاليا تتمثل عند جبهتي حمص ودمشق، نوه سعد الدين بالتقدم الممتاز والمنظم للثوار في درعا، موضحا أنه بالنسبة لحلب وأدلب فهي محاصرة من قوات الحر. وعن تسليح الثوار أكد سعد الدين أن الدعم ما زال يتأخر في الوقت الذي يستعين فيه النظام بحزب الله والإيرانيين، محذرا الغرب من ارتكاب جريمة في منطقة الشرق الأوسط برمتها في حال تحول سوريا ساحة للمتطرفين. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محللين في وكالة الاستخبارات الأمريكية توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخازن النظام في اللاذقية لم تنجح في تدمير محتوياته بالكامل، إذ عمد النظام على إخفاء حقيقة ما جرى فأشعل النيران في المنطقة لزيادة هول الكارثة. وبينما تشير الصحيفة إلى صواريخ روسية الصنع نجح النظام في نقلها إلى مكان آخر قبل تنفيذ الهجوم، يرى مسؤولون في البحرية الأمريكية والإسرائيلية في هذه الصواريخ تهديدا واضحا لجميع سفنهم، ذلك لتخوفهم من وقوعها في أيد كحزب الله. تابعوا في النشرة بعد الفاصل. إعادة إحياء المناهج التعليمية والتربوية في دير الزور. بإمكانيات بسيطة وبروح الثورة تساهم مجموعة من المدرسين في إعادة إحياء المناهج التعليمية والتربوية في دير الزور، وعلى الرغم من استمرار حرب النظام تستعيد مقاعد الدراسة بعضا من حيويتها بعد أن هاجرها الأطفال. من يكم قلوبنا وعقولنا وألسنتنا ستطاله سيوف علمنا ومعرفتنا في ظل ألف حصار، التعليم مستمر يا بشار، لن نتوانى أو نبخل عن نشر ثقافة التعليم ما حينا، لن تبنى قلاع الحرية من دون دوات وقلم، مدرسة تعليمية أقوى من مدرسة حربية، الرصاص لن يمنع الكراس. شعارات كثيرة عمل عليها ناشطون في مدينة دير الزور من خلال إقامة المدارس الصيفية لمساعدة الأطفال المتبقين داخل المدينة والذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس على مدى أكثر من عام. دروس عديدة من بينها الرسم والترفيه والخط وقراءة القرآن. ها
نحن أطفال سوريا، أطفال دير الزور، نحب اللعب والحياة، كلمات ومبدأ يعمل على تطبيقه العديد من الناشطين. بعد التجربة التعليمية الناجحة أعدنا افتتاح المدرسة الميدانية بمدينة دير الزور المحررة طبعا، لإعادة تأهيل الطلاب من جديد وتنمية مواهبهم وإخراج إبداعاتهم ومكنوناتهم. طبعا هاي المدرسة الصيفية تتضمن برنامج تعليمي وبرنامج ترفيهي. البرنامج التعليمي يضم عدة حصص قرآن، إنجليزي، كمبيوتر وخط كمان، والبرنامج الترفيهي يضم رياضة، تدريبات مسرحية وأغنية، في عندنا رسم أيضا. الحمد لله كانت تجربة ناجحة ومبسوطين منها الطلاب. في ظل ظروف صعبة ومرعبة لم يكن ليخطر ببال أي سوري أن يمر بها ولا حتى أن يتخيلها. يجاهد الصامدين والمتبقين في دير الزور للمحافظة على الطفولة المتبقية. في آخر خبر ورد منذ قليل، ارتفع عدد القتلى برصاص كتائب الأسد إلى 38 قتيلا، فيما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف بلدة بنش في إدلب. والآن تذكير بعناوين النشرة. معارك عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد امتدت من حلب إلى دمشق فدرعا. غليون يعتبر تصريحات الأسد لمناسبة عيد الجيش مثيرة للاشمئزاز. حرس الحدود الأردني يحبط محاولة لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر من سوريا. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إن شاء الله. We'll be right back.